هنا يشحنون أجزاء المسرح الكرفاني ثم يحكمون ربطه قبل الانطلاق من الحمدانية إلى الموصل. تتوقف السيارة في أحد شوارع المدينة القديمة، ثم تبدأ عائلة المسرح بتركيب المنصة استعداداً لتقديم عروض من الكوميديا السوداء ضمن ما بات يعرف بالمسرح التفاعلي الذي ازدهر بعد تحرير نينوى 2017. أسست فرقة عائلة المسرح 16/10/2015 في كازنزان أوزال سيتي في زمن التهجير في أربيل. واجهتني صعوبات، يعني تخيل، تصور في قمة الألم أنت لازم تسعد الناس وأنت متألم، شلون راح تقدر تسعد الناس؟ لكن سبحان الله انطانا القوة وانطانا العزيمة أنه فعلا أن نستمر بهذه الرسالة. وتحتفظ عائلة المسرح بجانب كبير من السخرية في عروضها، وهي تتناول اليومية والمألوف في حياة الناس، لكنها فوجئت بأن الشارع الذي اختارته لتقديم الفعالية كان مسرحاً لجرائم تنظيم داعش الإرهابي، وهو يلقي ضحاياه من أعلى بناية شركة التأمين. من جينا حددنا الموقع عرفت أنه كان أكو ناس يذبوهم من فوق أماكن عالية، يعني ما أريد أرجع المواجع وأرجع كل شيء. الحمد لله والشكر رجعنا لها، هذا أهم شيء. المكان ما يسوينا، إحنا نسوي المكان. وتقدم فرقة عائلة المسرح عروضها في جميع مدن نينوى، فيما يذهب ريعها لدعم المرضى والفقراء تعزيزاً لمبادئ السلام وتقوية الأواصر المجتمعية التي عبث بها تطرف التنظيم الإرهابي، مؤكدة وحدة المصير المشترك في مدينة تعد عاصمة للتنوع الديني والثقافي.